هنكمل ده البوليجون اهوت يا جماعه. البوليجون قلنا فيه خيارين، يا اما انسكرايب او سيركمسكرايب، تمام. طبعا عشان الباشمهندس عاطف صمم ان الاضلاع هنا تبقى 9، فعشان كده بتيجي ترسم الدايره حواليه، ما بتمرش برؤوس المضلع كله. لو جينا نرسم هنا مثلا كده، ترسم جهازتين، معلش معلش شويه، دايما بننسى ناخد التي وبي، تو بي اهيت، ناخد من هنا في هنا. شوف لو احنا جينا نبص هتلاقي ايه الفكره اللي انا عايز اوصلها لك، مش واضحه قوي يعني. لكن لو عندنا البوليجون 10 اضلاع مثلا او 8 اضلاع، اي عدد زوجي، هتبان لك انه هيمر بالايه؟ برؤوس. طبعا هي تمر برضه، هي تمر برضه، بس ايه، انا مش عارف اظبطها كده بالتوبيه. كنت عايز بس اثبت لك ايه حوار الانسكرايب والسيركمسكرايب دي. هنعملها اهوت بوليجون، بنجيبه من اكتر من مكان، نقول له انا عاوزه كام، بدل 9 نقول له مثلا 10 اضلاع، تمام. هناخد له السنتر اللي هو البوينت ديت هنا مثلا، في المكان ده اهو، هنقول له كام؟ 500 يا مثلا، تمام الكلام. البطارية طيب، انا دلوقتي لو جيت ارسم سيركل، لو جيت دلوقتي ارسم سيركل تمام من هنا كده، هاخد بقى. بقى بص، انا هاخد عشان بس اثبت لك ايه حوار انسكرايب ده، هاخد من هنا لهنا مثلا. بص الدايره ديت جابت رؤوس الشكل ولا ما جبتوش؟ جابته. هي الاضلاع كلها، بص هتلاقي الرؤوس كلها مرتكزه على محيط الدايره. اذا ال 500 اللي انا كنت بدخلها، لو انت جبت تقيس بقى الدايره دي كده، بص اهو، هات هنا الريديوس اهوت كام يا جماعه؟ طب احنا هنعرف ازاي نكبر الكلام ده بعد كده. 500 الريديوس، 500. فاذا القطر، النص قطر اللي انا كنت بدخله ده، مش نص قطر البوليجون ده، نص قطر الدايره اللي البوليجون المفروض تمر برؤوسه لو دايره موجوده. ايوه اللي البوليجون معمول مرسوم انسكرايبد جواها. طب ناخد الخيار التاني عشان نبقى خلصنا البوليجون بقى. وش احسن؟ رو بوليجون اهوت، هنقول له ماشي 10 اضلاع، بس المره دي هقول له ايه بقى؟ 3 بي مش، لا 3 بي دي كانت في الدايره. اه المره دي هقول له ايه؟ هلقط السنتر اهو، هقول له ايه بقى؟ تاني تحت دي سيركو دي سيركو مسكراي. اه اباوت سيرك، يعني الدايره هي اللي جواها، مش هو اللي جوا الدايره. بس ماشي، نقول ارسم يلا اهوت يا عم، تمام الكلام. هنقول له مثلا برضه 500 عشان نوضح الفكره. ماشي. طيب تعالى ارسم لي بقى دايره كده تمس من الداخل، يعني هتبقى تو بي تحت. هاخد اهوت من التو بي، تمام، الله ينور عليك، اهوت اهو لحد مثلا هنا كده. بص بقى الفرق. بص الفرق، دوكها الدايره الثانيه كانت بتمر بالايه؟ بالرؤوس. بالرؤوس، لانه كان هو اللي جواها، لكن السيركمسكرايد لا، ده الدايره هي اللي جواها. مظبوط. فدي اللي بيفرقك، يعني هو مرتبط دايما بالدايره. هو مرتبط دايما بالدايره. اي بوليجون هيسالك سيركمسكرايد ولا انسكرايد، وانت تقول له ماشي. عايزين نمسح الكلام ده، يلا اديله كليكت ويسحب شمال. ويسحب شمال، تمام اهو، ده ديليت من الكيبورد. كيبورد مظبوط، تمام. طيب ناخد البولي لاين. ناخد البولي لاين، خش ادخل بولي لاين، لا اما بنجيبه من هنا، لا اما موجود عندك اهوت البولي لاين اهو، لا اما بي ال، بي ال من الكوماند لاين تديك الايه؟ البولي لاين. بيقول لك اول حاجه ايه؟ ستارت بوينت. سبيسيفاي ستارت بوينت. عايزين نفرق، نفهم الفرق بين البولي لاين واللاين. طيب اديت له ستارت بوينت اهو، تمام. طيب هدي له نيكست بوينت. نيكست بوينت شو بقول لك؟ ايه بقى؟ مش بقول لك كلوز؟ لا سيبك من الاوبشنز دلوقتي، ركز بس معايا. انا عمال ايه؟ بدخل نقط، تمام. عايز تكلوز، ماشي، عايز ممكن نقول له كلوز اهو، تمام، مفيش مشكله. جميل جدا. تعالى بقى حدد كده
ايه اللي حصل بقى؟ بتاخد كله كله حته واحده. بس انا لاحظت حاجه يا باشمهندس احمد. اتفضل. ايه العلامه اللي في النص الخط دي؟ ديت بتعمل موف مالهاش علاقه يعني باللي بقى. اصل في الخط بتبقى نقط كده. الجنيه هنا مش نقط. ليه؟ تعمل لوك يعني في الخط. لو بتعمل خط زي بدايه الخط ونهايته. ما احنا هنرسم هنا مجموعه خطوط زيها كده. بص تعالى كده لاين. انا برضو عمال بديله الايه، بدخل له النقط. نيكست بوينت اهوت. تمام اهو اهو اهو. اعمل كلوز. كلوز. تعالى حدد كده ثلاث نقط. شوف. شفت بقى ليه؟ لان انت بتعمل اكستنشن كمان. دي بتلاقي بسيطه شويه. ممكن تعمل هو اكستنشن. هو ده اللي انا بقصده. او استريتش. او بتعمل استريتش. واخد بالك يعني. طيب ايه الفرق بقى؟ الفرق ان اللاين كل خط مستقل بذاته. مظبوط. ما بيتعملوش يعني مش معمول كبلوكه. مظبوط. لا مش زي البولي لاين. شوف ده كل واحد فيهم مستقل بذاته. يعني ممكن امسح ده لوحده، ممكن امسح الحته دي كده لوحدها. طب عايز اعمل اندو، اعمل يو انتر او كنترول زد. يو انتر اكتب بالانجليزي. تمام كده هيرجع للخط. طيب ايه يعني الفايده؟ يعني طب ايه المشكله لما يبقى عندي مجمع ولا ايه اللي انا هستنتجه؟ لا تستنتج حاجات كتير. يعني لما ناخد امر زي امر اوفسيت، زي ما هناخد بعد كده ان شاء الله امر اوفسيت، ده هيتعمل له اوفسيت او مجموعه مزيات ككل. بص اوفسيت او انتر هيقول لك الديستانس او ثرو. هقول له ثرو زي ما هنشوف بعد كده. بص بص اول ما هاخد كده بص كله. شايف العظمه؟ شايف الجمال؟ لا ده ممكن اعمل كده كمان. يعني ده مفيد للاشكال الكبيره. ممكن يفيد تعمل لا ده مفيد حاجات كتير. البولي لاين ليه فوايد كتير جدا زي ما هنشوف دلوقتي. جميل. تمام. لكن خد هنا اوفسيت بقى. لا ناخد واحد واحد. لو ايه بص شوف دي طلعت هنا كده. لان هو مش واخد مالوش علاقه. يعني شوف ده هو بيعتمد ده مع الخط نفسه. ايوه. شوف هنا لما جه يصغر ده صغره كشكل بحيث انه يلحم في ده برضه. يعني ده ظبط مع ده وكل الشكل مقفول في بعضه. انما ده لا دي كل واحد لوحده. تمام الكلام. قال لك ماشي بس دي فايده احد فوائد البولي لاين. بس مش كل مش دي كل فوائد البولي لاين. امال ايه بقى فوائد البولي لاين؟ بولي لاين تاني هنضغط نقطه البدايه. قال لك في اوبشنز عندك هنا. الاوبشنز دي مش موجوده في اللاين العادي. مظبوط. طب ايه بقى الاوبشنز؟ ناخد واحده واحده. انا مثلا مشيت اهو. تمام. وعايز امشي بارك بقوس يعني. ده اللي كان ممكن نفهم في حته السهم. ايوه زي ما زي ما هنشوفها في السهم ان شاء الله. الاسهم اللي بتتعمل في الارض ديت مش بتتعمل كده. ارك اهو. بص بقى بص انت شايف. طبعا الارك ليه اوبشنات. انجل والسنتر وانجل الكلام اللي احنا كنا قلناه. طيب اهو 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 واخد بالك. جميل. الله. طيب عايز ارجع لاين تاني. ارجع كلوز للامر. يرجع لاين. لاين نفسه مش تمام. رجعك للاوبشن بتاع اللاين. طب في ايه؟ في هاف ويدث وفي لينث وفي اندو وفي ويدث. طيب الهاف ويدث خلينا في الويدث واحنا هنعرف بالتالي الويدث. الهاف ويدث الويدث ممكن ادي سماكه للخط. يعني ايه؟ هقول له الويدث مثلا سبيسيفايز. دخلت جوه الويدث. قال لك الستارتنج ويدث. يعني الويدث اللي هبدأ بيه بكام؟ 100. لا 100 ده كبير قوي. هتمشي مثلا 30 مثلا. 30 كويس. او 20. انت عايز 20؟ اي حاجه 20. طب الاندنج ويدز 20 برضه. انت عايز خط متخيل. شوف بقى اما اجي ارسم دلوقتي. بص عمل ايه. بص بص مدي ايه هو هنا؟ مدي سماكه للخط. ايوه واخد بالك. تمام. طب عايز ادخل تاني. لا الويتس ده مش عاجبني. كبره شويه. 50 والاندنج 50. ماشي يكبر معاك. ماشي اهو اهو. طب ممكن وانا جوه ويتس احول الارك عادي خالص اهو بنفس. بس هيبقى نفس ال بنفس ال الطخ. اظبط بقى لاين اهو. ماشي الكلام. ماشي. طيب اطلع بقى بامر انتر او اسكيب. تعالى حدد بقى كده. بص بص لما احدد. بص 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 يا
كله مع بعض. كله مع بعض. طب في امر يفكك البولي لاين ده للعناصر الاساسيه المكونه اللي هي مجموعه اللاينز والاركات. في امر اكسبلود ممكن برضو ايه ده نكتبه في الامر اللي احنا خدناه النهارده معانا اللي هو امر اكسبلود. امر اكسبلود اختصاره اكس انت مش اي اكس 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 بس تمام. وممكن يجيبه من موديفاي لانه بيعتبر من امر ايه من امر موديفاي اللي هي اوامر التعديل. خد بالك من اوامر التعديل يعني انت عندك مجموعه خطوط وانت بتعدل عليها. قصده بيفجر الشكل هي انا بشوف بعدين هي موجوده في قائمه ايه لان بصراحه ما بجيبهاش من القائمه خالص. سواء اكس بلود معروفه بتبقى ايه اكس ما نكتبها احسن. نكتبها اخر واحده خالص اخر واحده. لا هي اخر واحده في القائمه موجوده في موديفاي اخر واحده في القائمه. تمام وحش. انا كده ايه فكرت لان كنت عامل سيلكت. هو الميكانيزم بتاع الامر يا جماعه في الاوتوكاد بتضغط الامر بعد كده يقول لك سيلكت الاوبجكت. طب لو انا عامل سيلكت للاوبجكت قبل ما اختار الامر خلاص هينفذ على طول الايه الامر. فانا لو كنت محدد البولي لاين عشان كده يعني مختار فجره اهو كده فجره. بص بقى تعالى كده بص مظبوط. ده ارك لوحده ده ارك لوحده ده لاين ده ارك ده لاين ده لاين ده لاين تمام. بينا بينا خلاص بينا ماشي الكلام تمام تمام. اوكي ماشي. يبقى عرفت فين البولي لاين وانا عايز امسك البولي لاين. طب افرض انا عايز اعمل امر عكس بولي لاين. انا رسمت مجموعه خطوط رسمت الحاجات دي وعاوز ارجعه يبقى كله كتله واحده. هل في حاجه عندي تعمل كده؟ في امر اسمه جوين. جوين ربط يعني. امر جوين ده ليه فوائد كتير جدا. يعني قصدي ليه فائدتين ثلاثه يعني واخد بالك؟ تمام. امر جوين لو احنا اخترنا كده لو قلت له جي انتر جي جي او اي ان تمام الاختصار بتاعه جي انتر جي انتر هيقول لك سيلكت الايه سورس اوبجكت اور مالتيبل اوبجكتس تو جوين اللي انت عايزها تتعمل جوين ايه ات وانس. اختار له يلا الاوبجكتس ديت تمام واضغط انتر. هو لسه عايز اوبجكتس كمان فانا اضغط انتر لانتهاء عمليه التحديد وتنفيذ الايه الامر. اضغط كده خلينا كله لايف ولا لاين تاني. بص بص وصل يا نهار ابيض. يبقى عكس امر اكسبلود عكسه جوي. ايه جوين. امر جوين يرجع لك العناصر مره واحده يرجعها لك تاني او يلحمها لك ببعض يعني. امر جوين ليه فايده كمان. لو انا دلوقتي عندي خط عامل كده تمام وفي خط على امتداده عامل كده وانا في رسمه ما عايز اوصلهم ببعض عاوز اوصلهم ببعض في كام طريقه ان انا اوصلهم ببعض. اكستنشن احدد الخط ده احدد الخط ده واعمل له اكستنشن من الجريب بوينتس دي تمام ماشي تمام اهي فعلا احدد له لحد فين لحد اخر الخط لحد هنا تمام ماشي. بس دول بقوا ايه خطين. افرض انا عايز اعمل اوفست او عايز اعمل كوبي او كده هتلاقيهم حتتين لو كنت تعمل اوفست هيعمل لك لده بس عايز احدد لو انت عايز تعمل اوفست الاثنين مع بعض انا عايز الحم الاثنين عايز الحم الاثنين انا اعمل كنترول زد انا عايز الحم الاثنين مره واحده اعمل كده اهو ها ايوه طب كده اهو حلو الكلام ماشي ماشي اهو محدد اهو احدد ده اهو اللي هو اللي انا عايزه بص بقى هضغط انتر بص هيحصل ايه بقى قطعه واحده وبقى قطعه واحده واخد بالك. طب انا فايدته ايه؟ لا فايدته حلوه. انت بدل ما تضيع وقت وتقعد تعمل تمد هنا ويبقوا خطين وكده لا ده جوين ممكن يعمل لك خطين على امتداد واحد يخليهم لك قطعه واحده حتى لو كذا قطعه في كذا مكان ممكن تحدد تمام جود. في امر اسمه بريك بقى ممكن يقطع لك الخط ده يرجعه لك تاني يكسره يكسره لك بريك. امر بريك بي ار بي بي خفيفه طبعا بريك تمام اللي هي هيكسر يعني هيقول لك الايه سيلكت الاوبجكت اهو. طب انا عايز اسيلكت الاوبجكت اهو يا عم شوفوا لنا سبيسيفاي السكند بريك عند حددت ديت عايز تحدد دي مثلا هنا عشان بص شايف طول ما ببعد كده هو بيعمل ايه دلوقتي قطع
طب افرض انا ما كنتش عايز اقطع من هنا، انا كنت عايز اقطع من هنا. تعال على النقطه انت بتقف عندها وتك انت وتاني. لا 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 ارجع. لو انت ركزت في الاوبشن هو بيقول لك فيرست بوينت سبيسيفاي سكند بريك بوينت اور فيرست بوينت. فيرست بوينت على اساس النقطه اللي انت لما عملت سيلكت الاوبجكت اعتبرها هي دي الفيرست بوينت. فانت بتقول له لا ده انا ما كنتش عايز اقطع ده، انا كنت بس مجرد ان انا كنت بعمل سيلكت، انا بعد اذنك عايز فيرست بوينت. فيرست بوينت كنت عايز اقطع من هنا لحد هنا تمام كده قطع لك الايه، يبقى امر بريك ممكن يقطع لك او يكسر لك الخط. ده احنا امر بريك ده بنستخدمه، لا بنستخدمه كتير، بنستخدمه في لما تيجي ترسم لوحه هندسيه وفي عندك دايمنشنز وداخل على خطوط، يعني خط الدايمنشن ما يقطعش الخط بتاع الرسم. فبتقوم عامل ايه يعني انت مثلا عندك هنا ايه زي مثلا ما بناخد، هناخد بعد كده ان شاء الله ان ازاي نعمل اصلا في الستايل بتاع الدايمنشن ان هو ما يقطعش الخط بتاع الرسم. تمام. فانت عندك خط بعد هنا وقاطع ده هندسيا مش صح، فاحنا ممكن نقول له بريك. بريك انا كنت لسه جايبه من شويه، فهطلع لفوق اهو. فين يا عم؟ ادي الاوبجكت اهو المفروض بقى هنا هنا سيلكت الاوبجكت، او عايز اقطع الخط. خط البعد ده بيتقطع بطريقه ثانيه في الستايل. انا عايز اقطع الخط ده مثلا. تمام. حدد النقطه وانت عامل مثلا ايه، ادي الاوبجكت اهو. فاهم ايه اللي ايه؟ يلا اديني النقطه الثانيه. قلت له لا ده انا كنت بس بعمل سيلكت، انا بعد اذنك عايز اقطع من هنا، عايز اصغر على قد ما اقدر من هنا لهنا مثلا كده. عمل ايه؟ عمل كسر اللي هنا ما شاء الله. طب عايز ارجعه تاني، عايز ارجع الكلام ده خط تاني، اعمل ايه؟ جوين. جوين اهو اهو، اضغط جي هينفذه لي على طول. خلاص بقى خط واحد ماشي الكلام. يبقى احنا كده يا باشمهندس عاطف خدنا جوين وبريك اكسبلود، وخدنا اكسبلود، وخدنا البولي لاين. بس لسه البولي لاين عايزين نتكلم فيه شويه. البولي لاين لسه ما خلصناهوش، انا عايز اشوف بس الوقت قد ايه كده. لسه لسه شويه لسه. تمام تمام. خلص البولي لاين. البولي لاين بيعملوا بيه الاسهم اللي بتبقى في الطرق، بتترسم في الطرق، وبيعملوا بيه كمان اليوتيرن والحاجات دي. طب نعمله ازاي؟ تعال على بولي لاين اهو، او بي ال من الكوماند لاين. اول ما القط الستارت بوينت هيظهر لي الايه؟ الاوبشنز بتاعتي. طيب خش في ويدز، انت عايز الستارتنج ويدز بكام؟ انا عايز اعمل سهم اعمله مثلا، يعني هعمل يعني السهم، يعني اللاين بتاع السهم عايز اعمله بسماكه زي ما بيقولوا. اعملها 100. اعملها 100 عشان الزوم اللي احنا فيه كبير شويه، هخليه 100 او خليه مثلا 500. ماشي. طيب والاندنج هي ب 500 برضه. ايوه تمام. يلا اطلع بقى السهم اهو كده. رسمت الايه؟ الخط بتاع السهم. طب عايز ارسم السهم نفسه، الارو نفسه بقى. هقول له ويتس جديده، تخنه بقى، هتخن شويه. قاعده السهم هتبقى اعرض من الخط، يعني هتبقى من هنا لهنا مثلا 800. هتبقى كام؟ قول مثلا 1000 ضعف مثلا 1000. تمام الكلام. اه طب الاندنج ويتس؟ لا خليها صفر. اخليها صفر ليه؟ عشان يبقى مدبب. عشان السين راس السهم بتبقى ايه؟ زيرو، بتبقى مدببه اهي زيرو. طب بص بقى، بص اهي. بس اقول له انتر او اسكيب عشان يطلع لنا ده السهم ولا مش ده السهم؟ ده السهم. ده السهم. فبدل ما انت تقعد تعمل بقى، في واحد ممكن يقول لك طب انا ممكن اعمل لاين واطلع كده وارسم كده واجي كده واقفل واعمل هاتش ومش عارف ايه. طب انت ليه؟ طب ما انت عندك الامر جاهز اهوت. تمام. طيب عايز اعمل اليو تيرن، بسيطه قوي. اكتب بي ال، بي ال بولي حد. خد بالك هو محتفظ بالايه؟ بالويتس. احنا كنا صفرناها لما دخلنا راس السهم، فهو محتفظ بالصفر. تمام. خلاص. لا انا عايز ادخلها تاني، يبقى 500 تاني برضه. 500 اهو يا عم. ماشي. تعالى فوق اعمل بقى الزاويه الانج ارك. عايز ادخل في ايه بقى؟ اليو تيرن بقى. ارك. الله ينور عليك. اهو الارك اهو، ارك جميل. واجي احدد خلاص الارك، اعمل الزاويه بقى، ازود ارجعه لاين تاني. ممكن ارجع لاين كده ايه، حاجه بسيطه بس عشان الرسمه تبقى عدله معايا. وبعدين ويتس جديده. ويتس. واقول له ايه بقى؟ 1000. خليها مثلا 1000 وزيرو. 1000 وزيرو. والاندنج بكام؟ بزيرو. يلا. وعدل بقى هنا شويه عشان تحصل. ماشي.
لا بس استاذ اسكت بوري لاين جميل جدا، امر جميل وليه استخدامات الناس مش عاملينها ارتباطا كده. تمام، فقلنا ان من فوائده الاوفسيت بيتعمل له مره واحده، هو عباره عن كل حاجات متصله ببعضها وبتتنفذ مع بعض مره واحده بامر واحد. يعني كوبي مثلا يعمل لك لكل ده مره واحده، اوفسيت مره واحده، تقدر تعمل الويتس وتعمل الارك والكلام ده كله. ماشي يا باشمهندس عاطف، ماشي بكده نكون خلصنا البولي لاين. احنا هنبدا بقى ان شاء الله عايزين نشوف شويه اكسرسايز ننفذ فيهم الكلام اللي احنا خدناه. تمام ماشي، احنا نوقف لحد كده.